السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. درس اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيه على كلمات وأضدادها أو les antonymes. في هذه الحصة اخترت لكم مجموعة من الكلمات المهمة اللي كيخصكم تعرفوا المعاني نتاعها باللغة الفرنسية وأضدادها، وأيضا غنشوفوا أفعال اللي كنستعملوا بكثرة وأضدادها، فخليكم معنا حتى لنهاية الحصة. نبدأ على بركة الله. صديق، أمي. ضده هو عدو أو إنمي. أمي. أمي صديق، إنمي عدو. الحياة هي لا في. ضدها الموت أو La mort. La vie. ضدها la mort. متعلم. Instruit. ضده أمي أو Analphabet. Instruit. متعلم. ضده أمي أو Analphabet. إيجابي. Positif. ضده سلبي أو نيجاتيف. Positif. إيجابي. نيجاتيف. سلبي. الأول. Le premier. الأخير. Le dernier. Le premier. ضده الأخير أو le dernier. Le dernier. الأكثرية. La majorité. ضدها الأقلية أو La minorité. مفيد. Utile. ضده غير مفيد أو Inutile. Utile. قديم. Ancien. ضده حديث أو modern. Ancien. Modern. مسؤول. Responsable. غير مسؤول. Irresponsable. فعندي responsable هو مسؤول، وغير مسؤول irresponsable كنضيفه في الأول كلمة IR. Irresponsable. عادي normal. وغير عادي anormal. عادي normal. ضدها غير عادي أو anormal. مقروء، يعني شي كتابة لمقروءة، فهي lisible. ضدها غير مقروء أو illisible. هنا أيضا كنضيفه في أول كلمة إل. illisible. الانطلاق هو le départ. ضده الوصول أو l'arrivée. هنا بالنسبة لـ départ كنكتبوها بالت في آخر الكلمة ولكن لا تنطق. الانطلاق هو le départ، الوصول l'arrivée. دائما toujours. ضدها أبدا أو jamais. دائما toujours. ضدها jamais. هنا أيضا toujours و jamais كنكتبوها بأس في آخر الكلمة ولكن لا تنطق. jamais toujours. S لا تنطق في آخر الكلمة. مشكل هو un problème. حل une solution. un problème. مشكل هو un problème. ضده حل أو une solution. ممكن possible. ضده غير ممكن أو impossible. هنا عندي IM ولكن كنقراو هاد un. impossible ممكن، و impossible هي غير ممكن. صحيح vrai. خطأ فو. صحيح vrai ضدها خطأ أو فو.
سهل، فاسيل، فاسيل. ضده صعب أو ديفيسيل، ديفيسيل. فاسيل، ديفيسيل. فوق، سور، سور. ضدها تحت أو سو، سو. كنقولو سور لو بيرو، فوق المكتب، أو سو لو بيرو، تحت المكتب. يعني فوق هي سور وتحت هي سو. قبل، avant، avant. بعد، après، avant، après. قبل، avant. بعد، après. التالي، suivant، suivant. سابق، précédent. Le suivant, tali, le suivant. سابق, le précédent. Précédent. داخل, dedans. Dedans. ضدها خارج أو dehors. Dehors. أيضا, dedans أو dehors. كنكتبوها بأس آخر الكلمة ولكن لا تنطق. Dedans, داخل. ضدها dehors أو خارج. علي, أو. او. ضدها منخفض او با، با. عالي، او. ضدها منخفض او با. جيد، بون، بون. ضدها سيء او موفي، موفي. جيد، بون. سيء، موفي. سعيد، اورو، heureux. ضده حزين أو triste، triste. أو malheureux. شجاعة هي le courage، le courage. ضدها الخوف أو la peur، la peur. le courage، شجاعة، والخوف la peur. ممتلئ، plein، plein. ضدها فارغ أو vide، vide. ممتلئ، plein. فارغ، vide. ثقيل، lourd، lourd. ضدها خفيف أو léger، léger. lourd، ثقيل. léger، خفيف. عاجلا، tôt، tôt. ضدها آجلا أو تار، تار. كنقولو طو أو تار، يعني عاجلا أم آجلا. طو أو تار. سعادة هي le bonheur، le bonheur. ضدها التعاسة أو le malheur، le malheur. البرودة la froideur، la froideur. ضدها الحرارة أو la chaleur، la chaleur. معروف، connu، connu. ضدها غير معروف أو inconnu، inconnu. connu ضدها inconnu. زائد، plus، plus. ضدها ناقص أو moins، moins. plus ضدها moins. مرئي، visible، visible. ضدها غير مرئي أو invisible، invisible. visible، invisible. سريع، rapide، rapide. ضدها بطيء أو long، long. كبير، grand. ضده صغير أو petit، grand، petit. واسع، large، large. ضده ضيق أو étroit، étroit. طويل، long. ضده قصير أو court، long. ضده court. جميل، beau. ضده قبيح أو laid، beau. laid، beau. يعني جميل وقبيح هي لي. دي في آخر الكلمة بالنسبة لي لا ننطقها. قوي، فور،
ضعيف فابل، قوي هي فوق ضدها ضعيف أو فابل. لطيف جونتي ضده شرير أو ميشان ميشان. نظيف بروبر ضده متسخ أو سال بروبر نظيف سال متسخ. شاب جون جون ضده عجوز أو فيو فيو. ذكي انتليجون انتليجون ضده غبي أو ستوبيد ستوبيد. انتليجون ضده غبي أو ستوبيد. بدين غرو غرو ضده نحيف أو ماغر ماغر. غني هي ريش ضده فقير أو بوفر. ريش غني بوفر فقير. الخطر هو لو دونجي لو دونجي ضده الأمان أو لا سيكوريتي لا سيكوريتي. أمام دوفون ضدها خلف أو ديريير دوفون أمام ديريير خلف. مظلم فونسي فونسي ضدها مضيء أو كلير مظلم فونسي مضيء كلير. نهار لو جور لو جور ضده الليل أو لا نوي لا نوي. أبيض بلون 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 ضده أسود أو نوار نوار. والآن مرة نتعرفوا على الأفعال الأكثر استعمال وأضدادها باللغة الفرنسية. يتكلم parler parler ضدها يسكت أو se taire se taire. يحب aimer aimer ضدها يكره أو détester détester. يقبل accepter accepter ضدها يرفض أو refuser refuser. يولد naître naître ضدها يموت أو mourir mourir. ينجح réussir réussir ضده يفشل أو échouer échouer. يصعد monter monter ضده ينزل أو descendre descendre. يدخل entrer ضدها يخرج أو sortir sortir. يشتري acheter acheter ضده يبيع أو vendre vendre. يعطي donner donner ضده يأخذ أو prendre prendre. يجد trouver trouver ضده يفقد أو perdre perdre. يضحك rire rire ضده يبكي أو pleurer pleurer. يذهب aller aller ضده يعود أو revenir revenir. يبدأ commencer commencer ضده ينهي أو finir finir. يعرف savoir le verbe savoir ضده يجهل أو ignorer ignorer. يصل arriver ضده يغادر أو partir arriver partir. يظهر apparaître ضده يختفي أو disparaître disparaître. يملأ remplir
remplir ضده يفرغ أو vider يزيد augmenter ضده ينقص أو diminuer يتذكر se rappeler ضده ينسى أو oublier يطيع obéir ضده يعصي أو désobéir obéir ضدها désobéir يدفع pousser ضدها يسحب أو tirer pousser ضدها tirer يبني construire ضدها يهدم أو détruire يرتب ranger ضدها يبعثر أو déranger يتقدم avancer ضدها يتراجع أو reculer ينظف nettoyer ضدها يوسخ أو salir nettoyer ضدها salir يصلح réparer ضدها يكسر أو casser يسمح autoriser ضدها يمنع أو interdire يقترب s'approcher ضدها يبتعد أو s'éloigner يرفع lever ضدها يخفض أو baisser يبلل mouiller ضدها يجفف أو sécher وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على كلمات مهمة وأضدادها بالفرنسية وكيف قلنا الأضداد هما لي زونتونيم. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.